ماذا تجد سهل؟ ماذا تجد في حفلة عيد ميلاد؟ نعم الكيك. الكيك، كيكة عيد ميلاد. خلينا نشوف. نعم موجودة، ولكن آخر احتمال. وش تقول أصيل؟ تزيين مال عيد ميلاد. ها؟ التزيين. التزيين، الزينة. الزينة ما موجود بالمكان يخلون زينة؟ صح، والزينة أعلى من الكيك بشوية. إذا تفضلي أخذ علا ويلا أصيل، وخلي مباوع، خلي مباوع إجاباتكم، خلي نشوف هالإجاباتكم. عيد ميلاد ورحت عيد ميلاد وماخذ هدية وياك أكيد مو؟ أكيد. خلي نشوف إيش تلقى في حفلة عيد ميلاد. الشموع. 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 نعم موجودة الشموع. وسيدة شذا؟ الدي جي أكيد يعني. شنو؟ دي جي أغاني. الدي جي أو الأغاني، خلي نشوف. دي جي وأغاني. نعم موجود. ورامي شي يقول؟ الهدايا. الهدايا، خلي نشوف. الهدايا صحيح. وباقي ثلاث احتمالات وما عندكم خطأ. وأصيل مرة أخرى. أصيل ما يصير تحجيم. عفواً أصيل يطلع كروس، راح يطلع كروس. شون يصير؟ عفواً أصيل. أي لا لا أنا أصلاً سمعتها. أي يلا. خطأ. عمار. النفاخات أستاذ. ها؟ النفاخات. النفاخات؟ مو عياد الميلاد. النفاخات؟ ها؟ أنت ايش قلت قبل شوية؟ الشموع. شنو شنو؟ تسألني إلي ولا شنو؟ لا يصير يصير. النفاخات مو؟ النفاخات. خطأ ثاني، وعليكم إنه تتفقون على إجابة. نفاخات زينة. مو أنت قلت زينة؟ لا الشموع. إي الشموع طش طلعت. شموع. وزينة، شموع وزينة، والنوبة بالونات والنوبة يعني حاول أن تركز تفرز. وسيدة شذا عندكم ترى خطأين وباقي ثلاث احتمالات. يلا الأقارب. الأقارب صح. بعد احتمالين وبعد احتمالين وعدكم خطأ، يدير بالك. نقول شجرة الميلاد. شجرة الميلاد؟ ما أدري أنا. تسألني لو جاوب. شجرة الميلاد. شجرة الميلاد.